في زيارتك الأخيرة إلى محافظة صلاح الدين كانت تخلو زيارتك من زيارة تكريت وكان هناك لوم كبير عليك بصراحة. ليش؟ لا ما يعني ما ناسي زيارة تكريت. طيب. الدعوة صارت في قضاء الضلوعية. طيب. ولي زيارة أخرى لتكريت والشرقاط وبيجي وكل طيب. هذه الأقضية. بس أنت طلعت للعلم ورجعت لسامرة. ما يخالف. طيب. جولت في أقضية جزء من أقضية صلاح الدين ولي جولة أخرى في أقضية صلاح الدين الأخرى. طيب. أنا ما أهمل ملف أي قضاء من الأقضية. طيب. يعني حتى في حضوري في دار ضيافة السيد المحافظ. احنا نتحدث عن تكريت وخدمات تكريت، احنا نتحدث عن استقرار تكريت، نتحدث عن البيجي، نتحدث عن الشرقات، كما نتحدث عن المدن الاخرى. طيب. بس مثلا من تسألني زيارة الدور، الدور منطقة تعرضت الى ضغوطات يعني الله يعينهم عليه، متهمين عند الطلب، يثبتون يتهموهم اقصى اليمين حتى يثبتون اقصى اليسار، لا خدمة جايتهم، لا عمل جايهم، لا أمل عندهم. فزيارة الدور أعتقد يتعاطف معها جميع أهل صلاح الدين. طيب، وأنت أعتقد استحصلت موافقة للدور بتسعة مليار قبل أيام؟ أكثر. يعني هذه المعلومة أكثر من دقيقة. هذا الرقم، جزء منها يعني بنقاش طويل مع المحافظ على خطة المحافظة. هنا أنا أقول لك دور التخطيط، أنه الآن دخلنا بدور نقل التجربة إلى صلاح الدين، أنه أبواب توزيع الموازنة وفق ما يخدم الناس بشكل مباشر، ومثل ما سوينا أيضا في المحافظة، من هي الجهات الممولة؟ عندك المحافظة ممولة بأبواب الاستثمارية وأيضا الاستقرار، عندك صندوق الإعمار جهة ممولة وجهة منفذة، عندك المنظمات الدولية جهة منفذة، وزعنا الأدوار ما بيناتهم، فالدور بها أكثر من هذه المشاريع بأكثر، وأيضا الأقضية الأخرى أكثر.